مقلقش ازاي؟ يقول لك بيفتشوا وبيدوروا في كل حته. ايه يا فاكره؟ انا تاكل فيا يا اكتر من اللي عملت فيه. لا ما انا مش هشيل واسخفكم يا اولاد الكلب. انتوا تعملوا نهايه خدمه محترمه وانا اقضي عمري على مكتب في المديريه. يا كبير طالما انت قلت انا عملت خلصانه. شوف انت ظلمت كام بني ادم يا رب. شفت كام انسان انت دوست عليه ودمرت حياته. وانت يا بنتي مش شايفه اللي انا شايفاه؟ شايفه يا اختي، وفي شغلتنا دي شفت اكتر من كده كتير. يا رجب انت بقيت كارت محمود. طب خد بالك بقى، لان الكارت المحروق ده ممكن يطلع شراره صغيره قوي بس تحرق كل اللي حواليك. يا رمل اللي عايز يقول كلمه يجي ولا في وشي. رجب ده سهل يعدي تحت جلد اي حد. انا دفعت دم قلبي في البضاعه دي. غريبه الدنيا دي، السمك الكبير بعد ما بيخلص مهمته في الحياه بيبقى طعم فتفيد السمك الصغير. خلك واحدة واحدة بيخليك دراعه اليمين، شوية شوية مكانه هيفضى وهتبقى انت مكانه. تمام كده.